سراويل يبتزوكم يريدون يتلف مسلمة حتى لا ياخذ منك 10,000 هو ربح. هالشك بسنا واحد ماخذين منا والنوبة 50 ماخذين منا 120 على اساس دافع الغرامة وبنركب ورا ذول مو هذول الشرفاء قاعدين شلناهم واخذناهم ويا ناس نشالة جوا قاعدين منتسب نشالة كسوي لاني فما سايقه اذا هو اهله مربوه اجى شرطه عنده كسوي فنقد جاكم واحد وين يقعد بقهوة يقعد بمجتمع استاذ جامعي بكوية طلاب عامل بمعمل يقولهم اخوان غير اسمعت مدير عام يقول نترجاكم ونثبت ايادي عمموا للعالم كله برا حرامي الطوق الزرنا مفتوحه لكم مدير موقع موجود معاهم فني يفتر انا يفتر عليكم اي واحد يحاول يبتسم يطلب من عندك مبالغ ماليه مو بموجب اصولات مو هذه تخبرونا عليه نترجاكم البلد لازم يتنظف مو مظاهرات ماكو مظاهرات مظاهرات ما تسوي شيء بقدر ما انت تخبر على الفاسد اذا ما نتكاتف ونتعاون لواء زهير حرامي تجي تقول له انت حرام واجرب عينه والله طلعوني بالشلالي اذا واحد ظفرني اني والادنى من عندي اني اجي اقول له اخوي تعال خلوني عاونونا نترجاكم ترى اني ما يعني وصلت درجه انه بعد ما اسيطر اذا مو المواطن يعاون تليفوناتكم دخلناها اعطيناكم حريه الكلام واللقاء احنا نزلنا نحتك بيكم اريد فعاليه من المواطنين ويانا مدارس لا زال المواطن يروح يبتسوه ويبوقون منه وين الابتعد 120 اخذوا منه و50 اخذوا منه وبعدين راجع مره ثانيه اخذوا منه 120 هاي اسمعني واخذ منه 50 وكان هنا يقول له روح كيف ويمك هدف سجن الشال غيره مره